İşgalci İsrail, Silvan beldesindeki Batnel Hava Mahallesi'nde Kudüslüleri evlerinden çıkartmaya çalışıyor. El konulma tehdidi altındaki Er-Recebi ailesinin evinde 4 aile birlikte yaşıyor. Tabii احنا من بدايه 2015 تسلمنا ما يقارب 87 امر اخلاء من قبل ما يسمى عتيرة كهانيم احد المؤسسات الاستيطانيه بادعاء انه هذه الارض تعود ملكيتها لهم 5 دونم 200 متر. احنا من 2015 حتى هذا اليوم في المحاكم ومع الاسف من اسف المحاكم من ضغوطات من اللي عم بيصير في المحاكم حتى بدايه السنه هاي تسلمنا 4 ملفات نهائيه اللي هي بامر اخلى تعود ملكيتها لعائله دويك وعائله الرجبي وعائله عودي وعائله شويكي. طالع قرار من محكمة الصلح بإخلاءنا من المنزل. إحنا بالمنزل بتكون من 4 أسر، اللي هو أنا وكمان أخين لإلي متجوزين طبعا وأمي وأختي. يعني مش عارف كيف بأي حق إنهم بدهم يطلعونا من دارنا اللي هي كلها حياتنا والحارة اللي إحنا موجودين فيها اترعرعنا فيها وكبرنا، كيف بدنا نطلع إحنا يعني بأي وسيلة؟ وين نروح إحنا وأولادنا وأطفالنا؟ هون موجود 27 نفر، وين بدهم يروحوا يتشتتوا؟ فيش عندنا مأوى غير هذا المنزل. أهل سلوان بشكل خاص اليوم مهددين بالطرد من بيوت، مهددين بالطرد من أراضي، مهددين بهدم بيوتهم، مهددين بأي طرق اللي عمالهم بيحاولوا يستغلوها ضدنا. إحنا 87 عائلة بدها تتهجر من هاي الحارة، وين بدها تروح؟ 87 أسرة اللي هي بتعد 1000 إشي، وين بدهم يروحوا هدول العالم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، احنا صامدين، يعني لو اخذوا المنزل احنا موجودين، بدنا نضلنا هون على التراب، لو منعيش بالتراب وبدون لا خيمة ولا اي شيء احنا موجودين، نضلنا موجودين.